بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لمسيرة تمكين المرأة، تبوأت المرأة الإماراتية أعلى المناصب في المجالات كافة، مستكملاً خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بداية تأسيس الدولة، وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية، والتي من خلالها تقلدت حقائب وزارية وحصلت على عضوية ورئاسة المجلس الوطني الاتحادي، ومثلت بلادها كسفيرة في الخارج، كما سجلت حضورها في السلك القضائي. وشهدت مسيرة الحياة البرلمانية محطات مهمة في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وحظيت برعاية واهتمام وتوجيه من قبل سموه، ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه سموه عام 2005، الذي يعد المجلس الوطني الاتحادي أحد مرتكزاته الأساسية. وتطلع المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بدور متميز على الصعيد الداخلي، بمشاركتها في جميع مناقشات المجلس وبطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة ومناقشة الموضوعات العامة، وحازت على منصب النائب الأول لرئيس المجلس في الفصل التشريعي 15، وترأست عددا من اللجان الدائمة والمؤقتة، وكان لها دور فاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين العربي والإقليمي والإسلامي والدولي. وكان الاهتمام بالمرأة وتمكينها لأخذها دورها الطبيعي في المجتمع حاضراً في معظم توصيات المجلس التي تبناها، والتي تناولت مختلف القطاعات المهمة مثل المعاشات والإسكان والتوطين والصحة، بالإضافة إلى التعليم والعمل والزراعة والمياه والعاملين في مهنتي الصيد والزراعة، وقضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية وإعلامية، بالإضافة إلى الشؤون الإسلامية والأوقاف وسوق الأوراق المالية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى قضايا خدمية، والتي تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وفي تحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات. أيمن مصبح، قناة الظفرة.